قام وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بحيبح ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي يوم الثلاثاء بزيارة لمديرية الشحر تفقدا خلالها الوضع الصحي بالمديرية. وأدشن الوزير والمحافظ خلال زيارتهما لمستشفى الشحر العاملة بمصنع الأكسجين بالمستشفى بطاقة إنتاج 200 أسطوانة في اليوم بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية في إطار مكافحة كوفيد-19 وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى عبر منظمة الصحة العالمية. وتفقد وزير الصحة ومحافظ حضرموت ومعهما الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي ونائب المدير العام لمديرية الشحر مصبح البحسني أقسام مستشفى الشحر مطلعين على الخدمات المقدمة للمرضى في قسم العناية المركزة وقسم التغذية العلاجية ومركز الكلية الصناعية ومركز الدعم النفسي والاجتماعي الذي يعد الأول من نوعه في المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظات الشرقية ويقدم خدمات واستشارات نفسية واجتماعية ومساعدات علاجية مجانية عبر كادر متخصص. كما تفقد سير العمل بمشروع الطاقة الشمسية الذي سيدعم مركز الكلية الصناعية بالطاقة البديلة. واستمع الوزير والمحافظ من المدير العام لمكتب الصحة بساحل حضرموت دكتور محمد الجمحي ومدير مكتب الصحة بالمديرية دكتور عمر صبان إلى احتياجات المستشفى الذي يعد قبلة المرضى في المديريات الشرقية والهضبة.